عضو ضرب. شوف اللكامية بتاع محمد علي كلي بتساوي كام؟ 5 مليون دولار، 5 مليون دولار بلكامية واحدة، فن مش أي لكامية. ثم هو عضو ذكاء، شوفوا النشال والحاوي بيقدر يعمل ايه بإيديه وما تشوفوش. ثم هي عضو فن، شوفوا ايد الكمانجاتي وعازف الجيتار وعازف البيانو بتعمل ايه. ثم هي عضو كلام، عضو كلام وتعبير. ثم هي سلاح إشارة. كل الاختراعات طلعت من الإيد دي، كل المهارات العجيبة طلعت من الإيد دي. الإعداد بتاع اليد البشرية إعداد معجز، الحركات اللي تقدر تأديها بالمفاصل المتعددة يعني شيء غريب. وزي ما قلنا الكلام عن التكيف ما ينتهيش، فإحنا نشوف الفيلم وبعدين هنكمل كلامنا ونتفرج على مسألة ريشة الطائر اللي حكينا عنها. زي ما قلنا الريشة هي أنبوبة مجوفة ومن مادة خفيفة جدا، ونسج الريش ناعم نعومية غير معقول، ثم متلاحم مع بعضه بحيث انه ما ينفذش ذرة هواء ولا نقطة مية. والنتيجة إيه؟ إن هذا الجناح الرقيق الرشيق المرن اللي بيساعد الطائر على جميع أنواع الحركات. ثم قلنا إن ممكن ضربة الجناح، شوف الطائر ده 4500 ضربة في الدقيقة، اسمه الطائر الطنان، لدرجة إنه ممكن يقف في الجو ويقعد ياخد رحيق ببوزه. الطيران مجهود كبير ويحتاج لطاقة زي ما قلنا، فإذا يحتاج لفرن. فرن التفاعلات في الطيور لازم يكون فرن عالي عشان يساعد ويدي الطاقة اللي ممكن تدي جناح يتحرك بالحركة السريعة دي. وده فعلا لما نقارن إنسان بالحمامة بنلاقي الإنسان درجة حرارة 37، الحمامة حوالي 40. لما نشوف النبض تلاقي القلب بيدق 70 في الإنسان، وفي الحمامة 190. ونلاقي سرعة التنفس في الإنسان في الوضع من حوالي 16 ل 18، وفي الحمامة بتوصل ل 29 تنفس. أثناء الجري التنفس في الإنسان يرتفع، ممكن يوصل لغاية حد أقصى 70. أثناء الطيران الحمامة ممكن تصل في سرعة التنفس إلى 450 تنفس. ثم لابد يكون عنده منقار خنجري يصطاد بمجرد غمسة صغيرة في المية، يكون خرق السمكة وخدها ببقه. ثم عين بصر حديد، شوفوا عين البومة، هتلاحظوا انه كل عين بتشتغل لوحدها، ممكن كل عين تظبط لوحدها. شوف بيضل العين ويشيب عين، شوف واحدة. والعين في الطيور لها جفن تالت عشان نظافة العين وحمايتها. شوفوا الجفن المبيض ده، يعني احنا لنا جفن وهم لهم اتنين، شوف لهم جفن ده. الطيور كلها لها الجفن التالت ده. والأذن الطائر ده مكان الأذن بالظبط، وأنف الطائر على المنقار، وحاسة الشم في الطيور ضعيفة لأنها ما بتستخدمهاش. نوع تاني من التكيف النباتات اللي بتشعبط على الأشجار القوية عشان تطلع للشمس. النبات ضعيف ربنا سلحه بوسائل تسلق عشان يتشعبط على النبات القوي. حكاية التسلق اللي شفناها، ونشوف طرف من عجائب التسلق هنا. يعني مثلا تبص تلاقي تحورات النبات لابد في الجدار عن طريق حاجة تشبه الجذور، هي جذور كاذبة ما هياش جذور.
وممكن الجذور الكاذبة دي تكسر الطوب وهي ما تتكسرش. ده تكيف علشان النبات يلبد. بدون الحكاية دي ممكن النبات يروح واقع على طول. ده نوع من طرق التسلق، الجذور الكاذبة دي اللي تلبد في الجدران. طريقة تانية ان النبات يلف حوالين نبات تاني او يلف على بعضه. يبقى ضفيرة طالع للشمس خدني معاك. بنشوف هنا ازاي ان السيقان بتعمل حركة تلقائية لفوق باستمرار، واي شيء عصاية رأسية تعمل عليها حركة حلزونية على طول. طب لو كانت العصاية افقية، بتطلع هي لاخر العصاية وما تلاقيش. لو اديناها عصاية افقية يعني ما تبقاش عجباها، لكن اهو تقول لك ما فيش مانع، اهو نعمل عليها ايه لفة، لكن بعد ما تعمل اللفة ترجع تطلع فوق تاني. هي مش عاوزة اي انتشار افقي، دي عاوزة صعود رأسي، لانها هي عاوزة الشمس. هو سر التسلق ايه؟ النبات ضعيف وعاوز يشعبط على حاجة توصله للنور فوق. فاذا التسلق دايما عاوز ارتفاع رأسي وعاوز عصاية رأسية. شوف عمالة تدور ازاي. احيانا الورقه بحالها تلف وتتسلق، عنق الورقه نفسه. شوفوا عنق الورقه نفسه بيلف ازاي. شوفوا الاوراق بتلف ازاي، الورقه بنفسها او العنق الورقه بنفسه يقوم يلف. كل دي أدوات مساعدة للنبات الضعيف عشان يطلع لفوق ويوصل للشمس. شوفوا هنا ممكن العصاية الرأسية دي يعمل عليها لفة لكن ما تعجبوش برضه فيطلع لفوق، لأن هو مش عاوز انتشار رأسي، مش عاوز انتشار أفقي، ده عاوز انتشار رأسي، عاوز يطلع لفوق. فشوفوا الورقة لفت حوالين العصاية الأفقية ورجعت ما عجبهاش الحال، مش عاوزة تعمل لفة تانية أبدا، رجعت حتنمو لفوق. شوفوا طلع الورقة لفوق ازاي. الشيء الأمثل هو دعامة ترفعها لفوق. في أنواع أساليب تانية بتساعد النبات المتسلق، هي أشواك خفيفة على الغصن. شوفوا الأشواك دي برضو بتساعده على أنه يلبد ويتسلق. الأشواك دي كلها، وأحيانا تبقى الأشواك كبيرة وخطافية زي الشوك ده، برضو وسيلة تسلق، شوكة كبيرة خطافية. أحيانا يحصل تحورات عجيبة قوي في نبات الفيرجينيا، فيرجينيا كريبر اسمه. تبص تلاقي الورق يتحور على شكل ممصات، ممصات تلبد بتفريغ الهواء. شوف لبد ازاي، زي الشماعات المودرن البلاستيك اللي بتلبد في الحيطة بتفريغ الهواء. برضو ده تكيف غريب يعني، فعلا يعني شيء ده تصميم هندسي يعني. أحيانا
احيانا الورقه تتحور الى لوامس رفيعه بالشكل ده. اللوامس دي هي اللي تعمل تلف حوالين اي حاجه. ده اللوامس دي هي عباره عن اوراق متحوره. لو تلاقي اي شيء تلتف حواليه، اذا ما لقيتش حاجه تنفرد وتقعد تدور كده في الفضاء زي ما احنا شايفين. وممكن تعمل حاجه زي العقده وشنيطه بالظبط. هنشوف ازاي الحكايه دي ظريفه قوي. شوف، طلع 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 وعماله تلف حركه دوديه كده غريبه، بتدور على، شوف هتعمل العقده وشنيطه ازاي ظريفه حوالين السلك. شوفوا العقده دي، عقده دبل. كل دي تكيفات. ده غير ان احيانا ممكن اللوامس دي تعمل حركة برمية كده وتعمل لنا زي الزنبرك بالظبط. هنشوفها دي برضو لطيفة قوي، تعمل لنا سستة لامتصاص الصدمات، يبقى النبات ما يتقطعش لو حد شده. ده هيعمل سستة، هنشوف هيعمل سستة ازاي. شوفوا بيتفرد الأول يتفرد، بعد ما يتفرد يدور على حاجة يمسك فيها. لما يلاقي حاجة تعجبه شوفوا بيمسك ازاي، وبعدين يبتدي يلتوي على نفسه ويعمل حركة برمية، وتكون نتيجة الحركة البرمية ان نفس اللوامس تتحول الى زنبرك او الى سست. شوفوا بقى السست، شوفوا الحركة البرمية دي، الحركة البرمية دي هتعمل لنا سست. السست دي ميزتها انها بتشد النبات نحو الدعامة دي، وفي نفس الوقت تبقى يعني حاجة ضد الصدمات، تمتص الصدمات. أي حد يشد النبات من ما يتقطعش النبات، لكن السوستة دي تتفرد وبعدين ترجع تاني. برضه حاجات لطيفة كده يعني.